شهدت مدرسة النهضة الابتدائية بمدينة الشطرة في ذي قار اعتداءات من قبل مجهولين عبثوا بمحتوياتها وسرقوا إحدى قاعات الدراسة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للاقتحام ليلا، والذي يعتبره الأهالي مؤشرا خطيرا ينتهك حرمة التعليم في المحافظة. بالنسبة للسرقات، هاي سرقات المفروض اكو تشدد من الحراس من الشرطة هكذا يعني امور، ولازم اكو رادع يعني هاي الظاهرة. والله هي شنو هي؟ والله هي هاي اموال العام، هاي يعني هاي راح تأثر على الكل. ولا تعتبر هذه المدرسة الوحيدة في الشطرة التي تتعرض إلى الإتلاف أو العبث بمحتوياتها وتجهيزاتها بسبب غياب الحماية، إذ أن العديد من المدارس تشكو من غياب الحراسة ليلاً ومن نقص كاميرات المراقبة، وتفتقد إلى الأسوار الخارجية فتكون عرضة للعابثين بحرم المؤسسات التربوية. أحد أسبابها قلة الحراس، لأن في الأوان الأخيرة وبسبب قانون التقاعد سببت درجات شاغرة في مدارسنا، ونطلب من الإدارة العامة المديرية العامة للتربية ذي قار بتوفير درجات لتحقيق الأمن لمدارسنا وأيضا للحفاظ على ملفات المدرسة. ويؤكد ناشطون أن ظاهرة الاعتداء على المدارس تفاقمت في الأعوام الأخيرة نتيجة الإهمال الواضح في الواقع التربوي الذي سجل تراجعا كبيرا، وعلى أجهزة الدولة ووزارة التربية أخذ دورها الحقيقي لحفظ قدسية المدارس. الحالة بجميع المدارس هي مدارس خالية من الحراس الليليين، وخالية حتى من أبسط مقومات النجاح التربية بما يخص التعليم وما يخص مستوى التعليم. للأسف الكوادر التعليمية الآن تعاني أمرين المهم، الأمر الأول هو عدم احترام أولياء الأمور. ويشار إلى أن ظاهرة سرقة الأملاك العامة للمدارس هي ظاهرة جديدة في المحافظة، والتي تتطلب إلى وقفة جادة من الجهات المعنية للوقوف بوجه هذه الظاهرة قبل استفحالها. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.